السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مواطنون مع وقف التنفيذ، نواكب فيها مسيرة الأساتذة المتعاقدين حيث أطلقوا على مسيرتهم التي بدأت الأحد الفارط اسم مسيرة الكرامة، فساروا على الأقدام متجمعين من مختلف النقاط من نقطة البداية من ولاية بجاية ليقطعوا 270 كيلومتر نحو مقر وزارة التربية في أعالي منطقة المرادية في قلب العاصمة، من أجل دفع وزيرة التربية نورية بن غبريط إلى الاستجابة لمطالبهم وإدماجهم في مناصبهم قبيل إجراء مسابقة التوظيف على مستوى المؤسسات التربوية في البلاد. حطت رحابهم بمدينة البويرة بعد أن تورمت الأقدام وبلغ منهم التعب والنصب والإنهاك مبلغا، وسط حالات من الإغماء بين المئات من المشاركين الذين لم يثنيهم التعب دون مواصلة المسير. معنا مشاهدينا الكرام مباشرة من مسيرة الكرامة، ينضم إلينا السيد يوسف جنيبي أستاذ اللغة العربية المتعاقد من ولاية البويرة. أهلا وسهلا بك سيد يوسف. أهلا بك سيدتي المحترمة. أستاذ يوسف، يعني هل كان تعطينا جانب من المسيرة التي تشاركون فيها؟ أين وصلتم الآن؟ نحن على مشارف مدخل ولاية البويرة، يعني بعد أقل من 4 كيلومتر نكون في مدينة البويرة. طيب كيف هي أجواء المشاركين في الاحتجاج؟ يعني عددهم؟ رغم الألم سيدتي المحترمة، رغم الألم ورغم التعب ورغم الإرهاق البدني الذي لحق بالمجموعة يعني من الزملاء والإصابات الخفيفة يعني كل شيء والبعض الخطيرة يعني حالات خطيرة والإغماءات، إلا أن الحماس يعم الأجواء. طيب ما الذي دفعكم لاتخاذ قرار، يعني المسيرة من انطلقتوا فيها الأحد الفارط، ما الذي دفعكم يعني بعد ما كنتوا تنظموا وقفات احتجاجية أمام وزارات التربية في مختلف الولايات، ما الشيء اللي دفعكم للتفكير بمسيرة بهذا الحجم قاطعين يعني قرابة 300 كيلومتر، يعني وهذا يعني ربما مشي شاق وليس بالأمر السهل. وليس بالأمر السهل، يعني أنه الإنسان يمشي في طريق وعره، يعني ما نتمشاو على الرصيف ولا، ولكن نتمشاو بالاحجار والاشجار، يعني يعم علينا الليل ونحن في العراء. والمسيره سببها واحد وهو الادماج دون قيد او شرط، يعني انه انسان متعاقد. استاذ مثلا نعطيك مثال بسيط، انه انا متكلم معك استاذ متعاقد منذ 4 سنوات. نعم. وشاركنا في مسابقات، ولكن كل المسابقات كان يعمها الغش والمحسوبية. طيب يوسف، أستاذ يوسف، يعني وزيرة التربية تقول لو عندكم كفاءة أثبتوها عن طريق المسابقة، تقول لكم لماذا أنتم تتهربوا من المسابقة لو كانت فعلا عندكم كفاءة؟ لماذا لا تثبتونها؟ بسيط جدا، وهو أنه الخبرة التي تتكلم عنها أنه الخبرة لا تثبت في ورقة الإجابة، الخبرة تثبت في الميدان. نعم. نطالب بإدماج، وإن وجدنا بأنه لسنا أهل لهذا المنصب
ارسلوا لنا مفتش اداره، ارسلوا مفتش مخرج حتى يكون عندهم الدليل القاطع لاثبات هذا الشيء، انه ما عندناش خبره، ما نستحقوش المنصب. طيب انتم تشككون سيد يوسف، تشككون في مصداقيه المسابقات، مسابقه التوظيف؟ قلنا شاركنا في، انا عن نفسي شاركت في عده مسابقات للتوظيف منذ ان تخرجت من الجامعه الى غايه اليوم الذي اتكلم معك فيه. شاركنا في عده مسابقات وكلها كانت تعم المحسوبيه والوساطه. كما احنا بالعاميه، تعرف مفتش الداخل راح ناجح، ما تعرفش ما تنجحش حتى لو يكون عندك خبره 10 سنوات. طيب ثم ترفضوا انه تتساووا مع الاساتذه، مع الخريجين الجدد من الجامعات في مسابقه واحده، هم ما عندهمش خبره وتخرجوا من قريب من الجامعه ويدخلوا معكم في مسابقه ند للند يعني بنفس الطريقه، وممكن هم يربحوا وانتم ما تربحوش؟ سيدتي اسمحي لي نقاطعك في هذه النقطه. نعم. انه متخرج حديثا من الجامعه يكون في عمره 22 سنه او 26، وانا مثلا عن نفسي 29 30، كيف يعني يعقل انه الاستاذ يعمل في الميدان 4 سنوات متتاليه من ثانويه الى ثانويه متنقل، وياتي انسان اخر يعني متخرج حديثا لا يفقه شيئا في الميدان، وانما ما كان يدرسه في الجامعه لا علاقه له بالميدان. الخبره هي دور فاصل في هذا الامر، نحن نطالب بادماجنا، لانه قلنا سابقا ونعيد اليوم، نحن قرابة 20,000 متعاقد. يعني يا سيدتي الوزيرة، اندمجينا والبقية 8,000 المنصب هذيك، افتحي لهم مسابقة للمتخرجين حديثا، يعني وتعمل فائدة على الجميع. متخرج حديثا يكتسب خبرة مع طول الزمن، ولكن نحن ما هرمنا من هذا التعاقد، هرمنا. طيب هي تقول متقاعدين وليس متعاقدين. هي تقول الآن بأنه ستقوم، أو بعد المسيرة اللي قمتم بها كان هناك تصريح لها في الإذاعة الوطنية قالت فيه بأنها سوف تضغط على الوظيف من أجل إدراج الخبرة في المسابقة، لكنها تقول لابد من المرور عبر المسابقة من أجل النجاح أو من أجل إدماج. سيدتي أنا أرد عليها بشيء بسيط جدا، وهو أنه الخرق الذي قامت به السيدة الوزيرة، الخرق القوانين الوظيف العمومي، وهو إدراج اللغة الفرنسية كمادة امتحانية كتابية إجبارية بعدما كانت سابقة في الكتاب سابقا في عام 2008 و2009 و2012 وغير قبل 2012 عفوا، كان الكتابي المادة اللغة الأجنبية كانت اختيارية وليست إجبارية. نعم. هذا شيء واحد، هذا خرق للدستور، أيضا يعتبرون خرق للدستور وخرق لمواد الوظيف العمومي، هذا شيء. والشيء الثاني أنه بعد ما قامت بهذا الخرق أيضا قامت بشيء آخر، وهو امتحان الأستاذ في المواد العلمية والتكنولوجية، يعني أستاذ أدب عربي مثلي يجب أن يمتحن في مواد علمية وتكنولوجية. طيب لماذا ربما هذا البعض يقرأ فيه بأنه تعجيز للمتسابقين؟ يعني إنه تعجيز. نعم. ليس حتى يعني باش نقوله صراحة، الوظيفة العمومي ووزارة التربية يقومان ليس اعتباطيا هكذا عشوائيا فقط، وإنما عن سابق قصد وإصرار وترصد بالأساتذة المتعاقدين، وهو عدم فتح مناصب مالية كافية لتوظيف المتعاقدين كل سنة، إلا يجب أن يعمل المتعاقد أكثر، يجب أن يكون عدد أساتذة المتعاقدين أكثر. طيب هذا الشيء اللي طرحت فيه سؤال السيد يوسف. نعم، هي قالت أنه مناصب عدد المتعاقدين هو أكثر من المناصب المطلوبة، هذا الشيء اللي صعب عملية الإدماج وجعلها تفتح المسابقة. ليس هذا سيدتي المحترمة، عدد الأساتذة المتعاقدين قلت أنا وأعيدها حنا بين 20,000 متعاقد على مستوى الوطن إلى غاية 25,000، يعني ستظل مناصب شاغرة أيضا. ولا ننسى دون احتساب سيدتي المحترمة، دون احتساب الذين سيحالون على التقاعد في بداية السنة الجديدة، السنة الدراسية الجديدة. طيب أرجو سيصبح عدد المناصب، عدد المناصب في بداية سنة 2016 و2017 يصل إلى غاية 40,000 منصب شاغر، هذا يعني لو كان نحسبوا كل شيء.
طيب أرجو أن تبقى معي سيد يوسف جنيبي. أذهب إلى الأستاذة مريم معروف رئيسة الفيدرالية الوطنية لقطاع التربية سناباب، تحدثنا من الجزائر. أهلا وسهلا بك سيدة مريم معروف. يعني نقابة سناباب تساند بقوة مطالب الأساتذة المتعاقدون، يعني كيف تنظرون إلى إشكاليتهم الآن؟ هم يعني ربما صعدوا من الوقفات الاحتجاجية التي قمعت بالعاصمة إلى المسيرة التي يقطعون فيها ربما طريقا طويلا شائكا مليئا بالعقبات، وكذلك حالات من الإغماء، من التورمات، في التورم في الأقدام. يعني كل هذا ربما في أي اتجاه يدفع حسب رأيك سيدة مريم؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن كفيدرالية وطنية لقطاع التربية دائما نقف أمام فكرة سياسة التهميش التي تتخذها وزارة التربية في تضعيف الأساتذة. نعم سيدة مريم تفضلي. يبدو أن الخط تقطع مع السيدة مريم معروف. أذهب إلى صادق تزيري رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ينضم إلينا مباشرة من الجزائر. أهلا وسهلا بك سيد صادق تزيري. نقابتكم أيضا لومباف أيضا ساندت مطالب العمال المتعاقدين، وهم الآن يقومون بحربي تصعيد في مسيرة ربما تتابع تفاصيلها من بجاية إلى العاصمة. في رأيك أنت لماذا هذا التعنت من قبل الوزارة، ولماذا لم تستجب لمطالبهم؟ شكرا. بالنسبة لهذا الموضوع، نحن نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فعلا نساند هؤلاء الذين تحركوا من أجل تسوية خاصة خبرتهم المهنية. فنحن كنقابة طالبنا في بيان واضح، ونحن معهم في هذا المطلب، وهي تثمين الخبرة المهنية بطريقة حتى لا تضيع حقوقهم، لأن هناك عمل سنوات كثيرة، وهناك من عمل بمؤسسات في الجبال والوهاد وأماكن صعبة ووعرة، لا يمكن أن تذهب هذه الخبرة سدى. لذلك ما دامت الآن القوانين تنص على الامتحان مثل ما جاء في الأمرية 0603، وهذا هو رد الوزارة. في الحقيقة أن الإدماج عندنا في الجزائر، خاصة بعد اعتماد يعني تشغيل بطرق هشة، تم الإدماج خاصة في سنة 2002 وله ما يبرره. في سنة 2011 صدر في الأمرية 0603 قانون واضح على أساس أن كل تشغيل يكون على أساس الامتحان، صحيح، لكن في سنة 2011 تم الإدماج من جديد. إذن كيف نطبق القانون طارة وطارة لا نطبقه؟ لذلك جاءت مساندتنا وتعاطفنا ووقوفنا إلى جانب هؤلاء الذين يريدون على الأقل تثمين الخبرة المهنية بأي صيغة كانت. ولذلك كان بياننا فيه مطلب موجه إلى الحكومة على أساس يعني البت في الخبرة المهنية وإعطائها حقها بالنسبة لهؤلاء. هناك رد من الوزارة وتصريح للوزيرة عبر الإذاعة الوطنية قالت فيه بأنها تتفاوض مع الوظيف العمومي من أجل تثمين الخبرة وإدراجها، لكن بالنسبة للمتعاقدين هم يريدون إدماج مباشر، لا يريدون المرور عبر المسابقة. والله أنا سأكون واضحا في هذا الأمر، نحن مع تثمين الخبرة، أما إذا تم الإدماج فلهم ذلك. أما قضية الإدماج ففي الحقيقة الإدماج المباشر ليس هذه الامتحانات. لأن الذين يشتغلون الآن على المناصب، هناك أيضا من الشباب من الجزائر، العدالة تقتضي أن يكون هناك تكافؤ الفرص بالنسبة للامتحان. نحن نقف إلى جانبهم فيما يتعلق بالخبرة المهنية خصوصا، ويكون على الأقل تنقيط زائد بالنسبة للشفاهي، بالنسبة لهذه الفئة التي عملت
في بعقود، هناك من له عدة سنوات، وهناك من هو جديد في هذا الأمر. طيب، كان معنا الآن الأستاذ المتعاقد في اللغة العربية يوسف جنيبي، يقول شاركت في الكثير من مسابقات التوظيف منذ تخرجت من الجامعة، لكن يرى بأنها ليست لديها المصداقية الكافية، بأن في كل مرة ورغم أنه أستاذ متعاقد ويرى أنه لديه الخبرة الكافية، لكن لا ينجح في هذه المسابقة. صحيح، هذا الأمر المتعلق بالامتحانات. لما كان الامتحان على أساس الشهادة، القضية كانت واضحة. نعم. المقابلة فيها 3 نقاط، والملف يدرس على 17 نقطة، بمعنى الذي عمل وفيه معدل، فيه جدول خاص، فيه نقاط على التخرج، فيه معدل التخرج، فيه سنوات الخبرة إلى آخره، بمعنى أنه لما يكون الوضع في الميزان، إلا إذا تم تغيير في الملف، ووضعت أشياء في ملفات يعني نوع من التزوير، وهذا نستطيع أن نقول نسبته تستطيع أن تقول قليلة. ونحن بالنسبة لامتحان هذه المرة يعني استبشرنا خيرا في كون أن الديوان الوطني للامتحانات هو الذي سيشرف على العملية ككل، ونريد أن تعطى لها مصداقية وشفافية في هذا الجانب حتى يعني تنجح الكفاءات ومن له الحق. أما بالنسبة للمتعاقدين، نحن طالبنا أن تثمن خبرتهم على الأقل، إذا كان مشينا الامتحان، أنه في الشفاهي، أنه اللي هو معامل واحد على 20 نقطة، أن تعطى الأولوية في التنقيط لهم، والأصل بالنسبة لي كحل نهائي لما نعيشه من مشكلات في قطاع التربية في الجزائر، هو التوظيف على أساس الامتحان وعلى أساس الشهادة، وهذا استثناء في الحقيقة. الأصل كما ينص عليه القانون الخاص بالنسبة لأسلاك التربية، سواء 08-315 أو 12-240، على أساس أنه التكوين المتخصص القبلي، بمعنى الذين يتخرجون من المدارس العليا الأساتذة. لذا كان اقتراحنا كنقابة للخروج من هذه يعني المشاكل التي تتكرر كل سنة، وإلى أننا نكون عدد معتبر وهائل وكافي باستشرافية، بتخطيط محكم، باحتساب عدد المناصب الشاغرة كحقيقة من مديريات التربية، ومن ثم تكون هناك شبكة واسعة للمدارس العليا الأساتذة، ويتم التكوين القبلي بأستاذ كفء ليكون في مستوى الرسالة التي يؤديها، لأن حتى التوظيف على أساس الشهادة له مشاكله الميدانية من ضعف المستوى ومن تدني في نتائج التلاميذ. لكن سيد صادق، يعني كما طلبتم توسيع شبكة المدرسة العليا للأساتذة حتى تشمل ربما كل المتطلبات ومن المناصب الشاغرة، لكن بالنسبة لهذا الحل قد يمكن أن يطبق مستقبلا، لكن بالنسبة لهذه الفئة ترى بأنها مظلومة، ومنذ سنوات الوزارة لما احتاجت إلى مدرسين استعانت بهم في فترات حرجة بالنسبة لها، والآن ها هي تتخلى عنهم وتطالب أن تساويهم مع الخريجين الجدد في المسابقة. هو سأكون واضحا أكثر معك بالنسبة لهذا الأمر. أمر التعاقد، الحل النهائي يكمن في توسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا الأساتذة، ويكون في إطار عقد بين وزارة التربية الوطنية وبين وزارة التعليم العالي كحل نهائي. أما التعاقد فلا يمكن القضاء عليه بصورة نهائية، لأنه لدينا مناصب للعطلة المرضية لا يمكن أن توظف عليها توظيفا مباشرا، لدينا الذين يكون في عطلة طويلة المدى، لدينا عطلة الأمومة، وبالتالي نظام التعاقد موجود لا يمكن التخلي عنه، وبالتالي لا يمكن في كل سنة أن نقول لابد أن نقوم بعملية الإدماج. لأن القانون كان واضحا، إنما نحن ما دام أنه تم الدوس على هذا القانون وعلى هذه الأمرية في سنة 2011، نحن نتعاطف مع هذه الفئات ونطالب بتثمين خبرتها حتى لا تضيع سدى. والحل النهائي تتمثله الوزارة في مستقبل السنوات،
باستشراف لتكوين عدد هائل لما يكفي من احتياجات عبر الوطن. طيب أرجو أن تبقى معنا السيد صادق تزيري. أذهب إلى محمد مرادة ممثل الأساتذة المتعاقدين على مستوى ولاية العاصمة. أهلا وسهلا بك سيد محمد مرادة. يعني هل كان تضعنا في أجواء المسيرة التي تنظمونها وتجاوبكم ردكم على الوزارة التي قالت بأنها ستقوم أو تحاول تثمين الخبرة ولكنها لن تلغي المسابقة؟ بون اخت يعطيك الصحة على الانشغال. بالنسبة احنا المسيرة يعني مازلنا متوقفين في المسيرة، مازال ما توقفناش. بالضبط يعني راه وضع الأخ الكريم من البداية يعني تكلمنا على الإبلاج. تتمنى الخدمة اللي قالت بها السيدة الوزيرة، احنا شفنا الرد نتاعها يعني راه كان متأخر بشكل يعني بشكل كبير. احنا الرد نتاعها يعني نورمالمون كي تقول لها الخدمة راه كانت تقول لها يعني قبل هذا اليوم ماشي دوكا. نعم. كي معايا؟ مقررين باللي ما مش نوقفوا المسيره يعني رانا مازلنا متواصلين باذن الله. احنا نطالبوا بالادماج، احنا كي نقولوا يعني الخبره، احنا الخبره يعني احنا ضحيه المسابقات يعني ما نديروا دوكا احنا كتاب ندخلوا على بالنا ما ننجحوش. فهمتي؟ لكن لماذا؟ لماذا تعتقدون بانكم يعني هناك تشديد من الوزاره على ان على مصداقيه المسابقه وعلى الحرص على ان تكون يعني بالشكل المطابق للمعايير؟ يعني هناك هذه المره تشديد من قبل الوزاره على ان تكون المسابقه كما ينبغي ويتساوى فيها جميع المشتركين. يا اخت الكريم احنا في الحقيقه والله غير احنا ضحيه يعني ضحيه المسابقات. احنا رانا خريجين الجامعه الجزائريه منذ حوالي 10 او 8 سنوات. احنا رانا في نظام تاع رانا قريب نخرج للتقاعد بالتعاقد. كيمايا احنا لا بالنا بالمسابقه مهما ما نديروا المسابقه مش غتكون فيها شبابيه، على خاطر احنا تلاميذنا اللي درسنا في يوم من الايام داروا معنا مسابقات وهما نجحوا احنا ما نجحناش. طيب ابقى معي سيد مراد مرادة. احول هذه النقطه لسيد وليد حقي عضو التنسيقيه الوطنيه لعمال التربيه والتكوين ينضم الينا مباشره من البويره. اهلا وسهلا بك سيد وليد. وليد أنت معنا؟ وليد؟ عذرا على الإطالة سيد وليد. يعني هناك تخوف لدى هذه الأساتذة أن ينتقلوا من التعاقد إلى التقاعد، يعني منهم من لديه 10 سنوات وهو متعاقد وما زال على هذه الصياغة ولم يتم إدماجه بعد، يعني كيف ترى في إصرار المتعاقدين على مطالبهم من جهة والوزارة ما زالت يعني إلى حد ما تصر على إجراء المسابقة وعلى مرور الجميع عبرها؟ السلام عليكم وشكرا لمرحلة الفرصة. أنا المشكلة أساسية المتعاقدين حول الاعتراف بما يقدمونه المدرسة الجزائرية على مر سنوات. هناك أساتذة من هناك من يمتلك خبرة من عام 94، معنا أستاذة من عام 94 كانت المدرسة الجزائرية، لكن هذه حالة استثنائية. بقيتنا من 5 إلى 3 إلى 2 إلى سنة وهكذا. طبعا عذرا منك سيد وليد حقي الصوت لا يبدو واضحا بالنسبة لنا. أعود إلى يوسف جنابي لعله ما زال معنا أستاذ اللغة العربية يسمعنا. أستاذ يوسف. نعم سيدتي أنا في الاستماع. كنت لعلك تستمع لسيد صادق تزيري. نعم السيد وليد فقط أنه في مقدمة الصفوف وأنا في مؤخرة الصفوف. تقصد وليد حقي هو في مقدمة الصفوف وأنت في مؤخرة الصفوف، هذا ما تقصد؟ نعم يعني نحن في مسيرة. أقول فقط أنه بقي الآن 2 كيلومتر على الدخول إلى ولاية البويرة. طيب رد فعل الوزارة وحديثها على تثمين الخبرة من خلال المسابقة، هل هذا يجعلكم توقفون المسيرة أم ما زلتم مصرين على الإدماج الكامل والمباشر؟ سيدتي نحن ما زلنا وسنظل صامدين ومصرين على موقفنا المتضمن شرطا واحدا وهو الإدماج دون قيد نشر. طيب سيد يوسف، يعني هناك حديث ايضا عن ربما يؤخذ بعين الاعتبار، تحدثت فيه الوزيره سابقا كثير متحدثه عن الاساتذه عن ضعف الخبره، وتتحدث بان هذه المسابقات هي كفيله بتصفيه الخبرات وتصبح كفيله ايضا بتحسين من مستوى التعليم في الجزائر. سيدتي فقط انا اقتبس من كلام الاخ الزميل محمد مرادة الذي قال في تدخل مع قناتكم المغاربيه بانه الخبره لا تثمن على ورقه، لانه قادر المترشح الذي يقوم بالامتحان قادر انه يغش.
ما الذي يثبت خبرته ما عدا الميدان؟ طيب الميدان هو الفاصل سيدتي. طيب ابقى معي يوسف، احول هذه النقطه لسيد صادق تزيري. سيد صادق تزيري، ولديك خبره طويله يعني بحكم منصبك في مجال التعليم والمسابقات ايضا، هم يرون بأن المسابقه او الامتحان لا يمكن ان يظهر الخبره، او ان الورقه التي يجري فيها امتحان لا تعكس خبره الاستاذ، كيف ترد على هذه النقطه؟ بالنسبه لهذه النقطه نقول ان الاستاذ الكفؤ يبقى دوما كفء، ومن يمتلك قدرات لكي يقوم بهذه المهنة التي هي مهنة شريفة وليست وظيفة فقط للخبز، هي رسالية، هي وظيفة يدخلها الشاب عن قناعة من أجل خوض غمار مهنة اسمها التربية. معنى ذلك أن هذه المهنة تحتاج إلى تكوين قبلي، لذلك نحن مصرون كنقابة على استرجاع المعاهد التكنولوجية وعلى توسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة حتى يتم التكوين القبلي الكافي لتخريج الأستاذ الكفء ليؤدي هذه الأمانة. أما فيما يخص الامتحان، أنا أساند الزميل أن الميدان كفيل، والسادة المفتشون هم الذين يحكمون على هذا الأستاذ أنه يستطيع وقادر على المهنة أم لا. لكن الامتحان أيضا له دوره، لما يكون امتحان شفاف ويكون مبني على النزاهة ويكون مبني على الكفاءة العلمية، يعطي لكل حق حقه، وهذا الذي نحن نطالب به في كل الامتحانات، لأن المعهود عندنا أنه كثيرا ما تتعرض هذه الامتحانات إلى محاولات للغش وتقديم ربما أناس ليسوا أكفاء، وهناك من يستحق مكانهم ولم ينجحوا، هذا موجود، لكن ليست هي العامة ولا يمكن أن تكون هي الغالبية الساحقة. وأيضا إذا اعتمدنا دوما في كل الحالات الإدماج، هذا سيضر بمدرستنا. نحن نريد تكوينا قبليا كافيا، أما زملائنا وإخواننا وأبنائنا اللي راهم الآن في الميدان ويشتغلون، نحن واقفون معهم في هناك أيضا رد سيد صادق تزيري، هناك أيضا رد كان معي أستاذ الأسبوع القادم لما تحدثنا على المتعاقدين، يقول بأنه الطالبة التي درسها قبل 5 سنوات مرت معه عبر الامتحان وهي فازت، وهو الذي درسها وعلمها لم يفز بهذا الامتحان، وهو يقول يعني بدلا عن هذه المسابقات إذا كنتم تشكون في خبرتنا لماذا لا تقترحون علينا التكوين في هذا المجال، يعني التكوين ثم الإدماج أحسن من أن تطالبني أن تساويني مع خريج جامعة الذي بالتأكيد لا يمتلك الخبرة الكافية. أنا معك في هذا في هذا الأمر. الخريج المباشر من الجامعة حتى يوظف بدون امتحان الأولوية للذي هو موجود في الميدان، لا، لكن نحن نقول أن الأولوية للذي يتكون تكوينا قبليا كافيا، سواء في الشبكة الوطنية التي لابد أن تكون واسعة وأن تتوسع بالنسبة للمدارس العليا للأساتذة، أو نعيد فتح المعاهد التكنولوجية. أما أن نجعل من المدرسة بابا مفتوحا لكل الناس، هذا لا. أما الزميل الذي امتحن مع تلميذته في الامتحانات السابقة كانت تتم على أساس الملفات، الذي لديه خبرة ل5 سنوات أو 7 سنوات، أنا في تقديري في الامتحانات السابقة كان من المفروض أن ينجح، لأن الامتحان فيه سنوات الخبرة محسوبة بنقاط. يبدو أنه معدلات نجاحهم في الشهادات يعني قد تكون ضعيفة، والجامعات هنا عندنا إشكالية، هناك من الجامعات من يعطي نقاطا يعني كبيرة، وفي جامعات أخرى هناك تقشف، هناك ضبط، وهناك انضباط كبير في منح النقاط، لذلك تجد خللا معينا. طيب. وعليه نحن نطالب بالحل الجذري الذي يعيد فعلا للتكوين القبلي الكافي الذي يهيئ الإطارات التي تتولى هذه المهنة عن قناعة، عن حب، عن طواعية، ويبقى فيها لا يكون إلا عن طريق توسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة وفتح المعاهد التكنولوجية إذا اقتضى الأمر.
طيب سأعود إليك في هذه المسألة، قضية التي يرى فيها بعض المترشحين قضية تعجيز قضية طرح الفرنسية وطرح أيضا امتحانات في مواد علمية وتكنولوجية، سأعود لهذه النقطة بالذات، لكن قبل ذلك أخذ مشاركة أو يعود إلينا من جديد محمد مرادة ممثل أساتذة المتعاقدين في العاصمة. ما هو رأيك سيد محمد مرادة، يعني هل أنتم مصرون في مسيرتكم إلى الوصول إلى العاصمة، يعني رغم كل ما وقع لكم، يعني هناك حالات من الإغماء في صفوف الأساتذة، هنالك أيضا تورمات على مستوى الأقدام، يعني نظرا للمشي الطويل الذين قاموا به، يعني هل الحلول التي تقترح من طرف الوزارة بأنها سوف تتفق مع الوظيف العمومي بتثمين وإدراج الخبرة، هل هذا هو مقنع بالنسبة لكم؟ شكرا دكتور. بالنسبة يعني المشاكل رانا نتلقاو فيها يعني والعوائق هذه، يعني في الأمور في الحقيقة هذه أمور كلها يعني رانا ماخذين بالي اعتبار ومش هتثبط من لازمتنا، مش هيتعرقلنا في الحقيقة، يعني رانا موصلين المسيرة أنا بإذن الله للوصول إلى 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 وزارة التربية في المرادية، وتورمات هذه أشياء واردة وأشياء إحنا قادرين نضحوا يعني حتى بالأنفس تاعنا من أجل تحقيق الهدف تاعنا المنشود والهدف اللي رانا نتكلموا عليه واللي رانا نطالبوا به اللي هو الإدماج. دكتور برك حبيت نرد على الأخ الكريم، يعني قليل قال بأنه هناك خلل بالنسبة إلى المسابقات، هي حقيقة شيء نتكلم عليه، ولكن احنا المشكل اللي نعانوا منه يعني القرارات يعني هنا في ظرف يعني موسم او موسمين تخرجنا قرارات جديده، ما لازمش نسوي بين النظام الكلاسيكي والنظام الالماني، لازم تفهموا بشكل جيد يا الاخت الكريمه بشكل موضوعي بانه كاين فرق بين المعدلات تاع النظام الكلاسيكي وتكوين الكلاسيكي وتكوين تاع الالماني. احنا التلميذ اللي كنت نتكلم لك عليها منذ قليل يا الاخت نظام الالماني بالك المعدل تاعها تخرج يعني 14 او 15 فصل، انا جبت ليسونس تاعي بمعدل 10 سنة 2008. طيب كما يا الأخت. نعم أسمعك تفضل. المسابقات فيها شفافية. طيب تروا بأن هذا ربما يضعف من مصداقية المسابقات، عدم التساوي ما بين نظام الألم دي وكذلك الكلاسيكي؟ أنا أريد أن أطرح نقطة أيضا متعلقة بأن هناك وفد من الأساتذة المحتجين قاموا بتفاوض مع الوزارة، قاموا بالذهاب إلى الوزيرة، وكان على أساس هناك نقاش حول هذا الموضوع، وقيل في الأخير بأنه فشل، يعني ما هي أهم النقاط التي ذكرت أو هل لديك فكرة على ما تم النقاش حوله؟ هي بالنسبة ل احنا تكلمنا مع يعني في الحوار اللي درناه مع السيدة الوزيرة والنقاش اللي درناه معها، تكلمنا معها على قضية يعني شرط اللي دارته، شرط تعجيزي اللي دارته اللي لازم يعني شاف الماستر باش يقدر يشارك في التعليم الثانوي. الماستر يعني راها متاحة للنظام الألمدي، احنا رانا ضحية يعني ضحية قرارات يعني وزارية، احنا كذلك يعني راهم نهار اللي يتمنوا نهار اللي يطبقوا نظام الألمدي في الجامعات الجزائرية يعني راهم كرزوا يعني بطريقة أو بأخرى، يعني راهم يعني قضوا على النظام الكلاسيكي. حتى احنا هذه القضية أثرنا على السيدة الوزيرة، قالت بلي راح ناخذ هذا الاعتبار، يعني راح شغل قالت بلي وعدتنا بلي نشوف مع الوظيفة العمومي قضية أنه نسوي بين الماستر والليسونس كلاسيك، ماشي ليسونس ألم دي ليسونس كلاسيك. طيب السيد سيد محمد مرادة، يعني هل هناك يعني أي اتصالات من قبل الوزارة، يعني اتصالات جديدة بكم من أجل التفاوض حول هذا الموضوع؟ لحد الآن ما كان حتى اتصالات، احنا هي ربطت لنا بطريقتها قالت لنا باللي الإدماج المباشر هذا يعني أمر يعني خارج نطاق تاعي، وقالت باللي هذا يعني أمر ماهوش من الأمر السهل. احنا قلنا لها نسيت احنا نظن رانا يعني ابنائك وابناء القطاع تاعك، لاننا احنا في يوم من الايام حددنا مصيرنا يعني وخلاص، انا ما نقدرش نتجه لقطاع اخر او الى مجال اخر، انا حددت مصيري في قطاع التربيه، انا ضحيت خمس او ست سنوات في قطاع التربيه وانا ادرس كاستاذ، حتى ذلك انا ما ننجحش في المسابقه ونزيد نحاول نبدا من جديد باش نغير، انا الوقت مش منتظرش الوقت، انا ما انتظرش انا كون هبت. طيب شكرا لك محمد مرادة، واعذرني فقط لي رداءة الخط، نشكرك جزيل الشكر ممثل اساتذه المتعاقدين بالعاصمه. اذهب الى وليد حقي عضو التنسيقيه الوطنيه لعمال التربيه والتكوين، اعذرني سيد وليد لعل الخط لم يكن بالمستوى المطلوب في بدايه مشاركتك، يعني ما هو رايك عموما وكيف تتابع هذا ربما التضارب بين الوزاره من جهه والاساتذه المتعاقدين المصرين على الادماج من جهه اخرى؟ شكرا للحديث عن التضارب او الجهات الاخرى، دعني اتحدث اولا عن نقطه، لا نريد ان يستغل او تستغل جهه اخرى هذا الحراك من اجل تمرير مطالبه، واضح؟ واضح كلام الاخت؟ نعم تفضل، نعم نسمعك جيدا. الو؟ نعم. ثم
الأساتذة المتعاقبين وشرعية مطلبهم، أعتقد أن المطلب أو المطلب بالإدماج هذا شرعي 100%. وربما يكون كلامي ذاتي لحيث أن الأستاذ متعاقب، صح ولا لا؟ ولكن لو نلاحظ الحديث عن التضحيات أو الحديث عن الخبرة، لو نلاحظ ماذا قدم الأستاذ المتعاقب خلال سنوات، فقط نتحدث عن سنة واحدة أستاذ يعمل بدون أجر أو بدون أجر ثابت أو بدون أجر يصل إلى المستوى الذي يتقاضاه ربما أدنى موظف في الدولة الجزائرية. طيب ألا تكفي تثمين الخبرة؟ ألا يكفي تثمين الخبرة من خلال الامتحان؟ لا 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 يكفي أختي، لا يكفي تثمين الخبرة في ظل عدم الشفافية في المسابقات. أين الشفافية في المسابقات عندما نجد أو نجد تجاوزات أكثر من خطيرة، وبعد ذلك ربما تحقيق هكذا شكلي وينتهي كل شيء، بحيث أن الشخص الناجح لا تلغى القوائم أو لا يكون. طيب سيد وليد، يعني هل قمتم بتسجيل المسابقات؟ هل قمتم بتسجيل المسابقة المزمعة في أفريل؟ أنا لا أبدا، مستحيل. يعني مصرين على الإدماج من دون مسابقة؟ طيب دعني أعود. يثبت أننا مصرون بإذن الله. طيب سأعود إلى السيد توفيق دروع، أيضا أستاذ في التعليم المتوسط، يحدثنا من البويرة مباشرة من الاحتجاج. السيد توفيق دروع، يعني نحاول قدر الإمكان أخذ وجهات نظر الأساتذة المشاركين في الاحتجاج لنعرف ربما توجههم أو تعاطي، كيف يرون ينظرون لتعاطي الوزارة مع مطالبهم أو تجاوبها معها. كيف ترى ذلك سيد توفيق دروع؟ سيد توفيق، والله يا أختي أنا لا أسمع جيدا، ولكن المشكلة على الإتصال أيضا لتغطية التنفيذ المتعاقدين مسؤولية الوطن في انطلقت من بيجاية يوم الأحد. نحن الآن وعنا في هذه المسيرة، أمشي نحن الآن على مشروع الوزيرة، الوزيرة قامت باجتماع مع الأساتذة المنسقين بعض الوزيرة، أكدت فقط على تثمين الخبرة. الصوت أيضا، وأن نقدر ربما رداءة الصوت بما أنكم في مسيرة وتمشون ربما تقطعون هذه الكيلومترات من مدينة بيجاية، وصلتم الآن إلى البويرة في طريقكم إلى العاصمة. سيد وليد، لعلك تسمعنا جيدا الآن؟ نعم أسمعك أختي الكريم. سيد وليد، قلت أنك أستاذ متعاقد وقلت بأن تثمين الخبرة لا يكفي وتريدون الإدماج المباشر، يعني في حالة ما يعني أكملتم مسيرتكم إلى ووصولا إلى العاصمة ولم يتم تلبية المطالب، ما هو الحل؟ ماذا تنوي القيام به؟ نحن لسنا مطالبون بإيجاد حلول أو باختلاق حلول. أولا دعيني قطع نقطة، هل المطالبة بالإدماج هو بدعة تبعناها؟ نعم، مطالبة أو الإدماج جاء قبل سنوات، صح ولا لا؟ ربما من النقابيين الذين يتحدثون من هو مدمج في مناسبة فائتة، صح ولا لا؟ ولكن أن يتحدث شخص يستغل ربما الظروف ويتحدث ويقول أن الإدماج المتعاقدين هذا ليس بالأمر المنطقي أو ليس بالأمر الصائب، أقول راجع ما طرحته السنوات الماضية. الإدماج كان وأساتذة متميزين ما شاء الله عليهم، ولكن لماذا نتحدث دائما وكأن هذه النقطة مستحيلة؟ نحن لكن هناك إرادة جماعية سواء يعني نعم. من النقابات أو من الوزارة، هناك حرص على تحسين مستوى التعليم، هناك دائما بعض ربما الضعف دائما ينسب إلى ضعف التكوين، إلى أن الأساتذة متعاقدين ليس لديهم الخبرة الكافية، أن مسابقات التوظيف ربما لم تكن في المستوى الذي يصفي ويقيم قدرة الأستاذ على توصيل المعلومة أو إيصال المادة المطلوبة. أختي الكريمة، لماذا يلام المتعاقدون على تدني مستوى التعليم؟ لماذا يلام المتعاقدون على تدني مستوى التعليم؟ هل نحن وحدنا في القطاع؟ هل نحن المسؤولون عما هو موجود في القطاع؟ طيب سأعود بهذا الإشكال، أرجو أن تبقى معي سيد وليد، ابقى معي، أعود بهذا الإشكال للسيد صادق دزيري. أستاذ صادق دزيري، ما رأيك في هذا النقطة؟ يقول لك الأستاذ لماذا نلام نحن لتدني مستوى التعليم؟ هل نحن الوحيدون الموجودون في هذا المجال؟ لماذا لا تقترح حلول أخرى للرفع من مستوى التعليم وفي إطارها إدماج هذا المعلم وتكوينه، إذا كانت الوزارة تظن بأنه غير ليس لديه التكوين الكافي وغير قادر؟
صحيح ما ذهب إليه الأخ الكريم فيما يخص أنه ليس مسؤولون عن تدني التعليم، لكن السياسة العامة التي انتهجتها الحكومة هي المسؤولة. المسؤولية هي على عاتق الحكومة لما أغلقت المعاهد التكنولوجية في 97، المسؤولية على عاتق الحكومة لما لم تقم بتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة، لأن مهنة التدريس تحتاج إلى كفاءات متدربة، يعني بالنسبة للتكوين المتخصص ليكون في علم الجميع أن التكوين المتخصص سيصحبه التكوين على المادة العلمية التي يدرسها، يصحبه التكوين في علم النفس التربوي كيف يتعامل مع الأطفال، يصحبه كيف يقوم بمنهجية التدريس وكيف يكون أستاذا ناجحا، يصحبه بيداغوجيا التدريس في كيفية يعني تكوين مذكرات، يصحبه التكوين على ما يسمى بالتشريع المدرسي لمعرفة الحقوق والواجبات، يصحبه تربصات ميدانية أثناء التكوين. كل هذا ذهب في مهب الريح بالنسبة للدولة الجزائرية وبالنسبة للحكومة الجزائرية، لأنها ضربت في الصميم المدرسة بالاستثناء، أصبح أصلا الأصل هو هذا، الاستثناء هو التوظيف على أساس المسابقة أو الشهادة. لكن أين يذهب هؤلاء السيد صادق تزيري الذين يتخرجون من كلية الحقوق وكلية الآداب وكلية اللغات؟ يعني هؤلاء أين يذهبون إذا كانت هذه المسابقات ليست متاحة لهم؟ هذه مسؤولية الحكومة. المناصب الشغل التعليم هي مهنة خاصة تحتاج إلى تكوين خاص، لأنه مصير أجيال، مصير أبنائنا، نريد أن الكفاءات لنرفع المستوى. هذا لا يعني أن الذين هم في الميدان لا يعرفون، لديهم قدرات ومنهم من هو كفء وناجح ربما خير من الكثيرين، أنا لا أقول هذا، لكن الأصل هو التكوين القبلي المتخصص، وهذا يخرجنا من كل هذه المتاهات. أما بالنسبة لما يعيشه زملائنا اليوم، فعلا أن الحكومة يعني قامت بالإدماج في سنة 2002 خاصة، وهذا الإدماج في سنة 2002 كان مبررا لأن القانون غير موجود. أما لما صدر الأمرية 0603 ووضعت ميزانا لكيفية التوظيف في كل الوظائف، كان من المفروض أن لا تعيد الكرة. الحكومة أخطأت ووقعت في ورطة لما أقرت إدماج 2011، لكن إدماج 2011 يعني اعذرني يا سيد صادق، يعني جاء بعد احتجاجات كبيرة وقعت. نعم، لذلك أنا أقول لماذا تطبيق القانون تارة وعدم تطبيقه تارة أخرى. لذلك عودونا في الحكومة أننا لا نأخذ حقوقنا إلا بالاحتجاج. هنا لابد أن تكون هناك عدالة اجتماعية وأن يكون هناك شفافية في الامتحانات وفي المسابقات، ونعيد الثقة للشباب الجزائر، لأن التوظيف اليوم لا يوجد إلا في قطاع التربية. لذلك اليوم لما فتح المجال مثلا إلى تخصص الحقوق، هناك عشرات الآلاف التي سوف تسجل وتدخل في المسابقة لأنها كانت محرومة قبل هذا من الامتحان في قطاع التربية، لأن البطالة نسبتها مرتفعة جدا والتشغيل عندنا هش. لذلك الشباب يبحثون عن قطاع التربية، وهو الذي الآن مورد تشغيل قوي، وعليه الشباب الذين يشتغلون الآن فيه كمتعاقدين وبهذه العقود يرون أنه من حقهم لما أدمجت في 2011 أن تعيد الكرة من جديد. لذلك نحن نتعاطف مع مطلبهم هذا في هذا الجانب، لكن نريد تثمينا لخبرتهم المهنية حتى لا يتساووا مع البقية. الزميل قبل قليل قال أنا عندي ليسونس بعشرة متخرج، لأنه في جامعة ما أعطونيش إلا 10، وكاين ليسونس ألمدي اللي عنده 13 و14. في هذه النقاط سيتفوق الجديد. صحيح. لأن المعدل عنده نقاط. أما الامتحان الكتابي الذي يملك مهارات وقد درس يمكن أن يتفوق إذا كانت المسابقة شفافة وكانت يعني مراكز. طيب يلام ايضا استاذ، عذرا، يلام ايضا على النقابات بانها ربما تركز على هذا الجانب، تثمين الخبره والاصرار على المسابقه، لكنها في المقابل لا تصر على قضيه الشفافيه التي الجميع يشكون في مصداقيه هذه المسابقات، ويرون بما انهم لا ينجحون السنه بعد الاخرى بانها لا تتم في الظروف المناسبه. صحيح هذا الكلام، منذ سنوات كان الامتحان الكتابي هو السيد،
ونحن من النقابات التي بحثنا عن طريقة أخرى اللي هي دراسة ملف، لأنها هي أحسن دراسة الملفات، وأصبحت الآن غير مجدية لأن هناك فروقات بالنسبة لمعدلات التخرج خصوصا. لماذا طلبنا قبل هذا يعني بإعادة الكرة والذهاب إلى طريقة ثانية؟ لأن المسابقات فعلا ليست بالشفافة، ونحن قلنا هذا الكلام ولا زلنا نقول أن الامتحان لازم يعرض، تعرض النتائج ويعرض سلم التنقيط، ويعرف الممتحن نقاطه، ويعرف طيب أرجو أن تبقى معي، اعذرني صادق عزيزي أستاذ صادق، أرجو أن تبقى معنا. أذهب إلى السيد عبد الرزاق غداب لأنه بقى ينتظر معنا فترة طويلة. أستاذ عبد الرزاق هو أستاذ مرسم لكنه يساند مطالب الأساتذة المتعاقدين. سيد عبد الرزاق، يعني ما هو رأيك، كيف تنظر لقضية الأساتذة المتعاقدين؟ هم زملائك في المدرسة، أنت تقف معهم وأنت أستاذ دائم، يعني الحل بالنسبة لك ما هو من أجل عدم ضمان عدم تدني مستوى التعليم من جهة، وكذلك إدماج هؤلاء الذين قد لديهم، يرون بأن لديهم الخبرة الكافية للإدماج مباشر دون المرور على مسابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، نشكركم على هذه الحصة وعلى هذه الاستضافة في حصتكم الطيبة. في الحقيقة نحن نطالب بإدماج الأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة في قطاع التربية دون قيد أو شرط، وذلك لعدة اعتبارات، منها علاقة الأستاذ المتعاقد الطيبة مع التلميذ إضافة إلى الخبرة المهنية المكتسبة. للعلم أن مهنة التعليم تكتسب بالممارسة والعمل الدائم، ولكن من بين الهفوات التي أراها التي تحسب على وزارة التربية وعلى رأس السيد ابن غبيط أنه إهمال الخبرة المتعاقدة في مسابقة التوظيف المزمع القيام بها، في حين نحن نطالب بصفتي إلغاء المسابقة المقرر القيام بها، وذلك فقد قام الأساتذة المتعاقدين بوقف احتجاجية وأنتم على علم بها أمام رئاسة الجمهورية بالمرادية للمطالبة بإدماجهم لإنصافهم كنتيجة حتمية للمسابقة التي تم الإعلان عنها من قرب الوصاية، لكن عناصر الأمن آلت دون ذلك بتفريق الاعتصام مع اعتقال مجموعة من المعنيين. وفي اليوم الموالي كما أنتم تدركون أن عناصر الأمن قامت بمنع المتظاهرين من الالتحاق بتظاهر ساحة البريد المركزي، وقامت بترحيلهم إلى ولايتهم. وبالتالي فقرار الإدماج يخرج، أنتم على علم أن قرار الإدماج يخرج على إطار نطاق الوزارة، وقد صرحت الوزيرة بذلك، لكن بإمكان الوزيرة طلب من الوزير الأول بتحيين قرار الإدماج أو إعطاء الأولوية. لكن كما كان يرى السيد صادق الجزيري ذلك يعتبر يعني مرة أخرى تقوم الوزارة بتضع قوانين ثم تهمل تلك القوانين استجابة لحركات احتجاجية بهذا الشكل، هذه القوانين لن تكون فعالة ولن تسهم في تحسين قطاع التعليم في الجزائر. صحيح، يمكن للوزارة أن تقوم بتحيين القوانين، وذلك بسبب أن المسابقة التي تم الإعلان عنها تعتبر مسابقة متحفة في حق الأساتذة المتعاقدين، فهنالك من له في الخبرة 5 سنوات إلى 10 سنوات، ولكن مسابقة على أساس شهادة قد تهمل له الخبرة التي اكتسب عن طريق الممارسة. طيب، شكرا جزيلا لك سيد عبد الرزاق غداب أستاذ المرسم، نشكرك جزيل الشكر مساهمتك معنا وأيضا مساندتك لمطالب الأساتذة المتعاقدين زملائك. أعود لك سيد صادق تزيري، يعني أشار لنقطة مهمة جدا سيد عبد الرزاق، قضية تكون العلاقة الطيبة ما بين الأستاذ والطالب، وحتى وإن كان هذا الأستاذ متعاقد ثم فجأة يذهب هذا الأستاذ ويأتي أستاذ جديد ربما قد لا يكون مناسب بالنسبة للطالب، حتى شاهدنا مجموعة من الطلبة يحملون لافتات ويطلبون إدماج أساتذتهم في هذا القطاع ويرون بأنهم يعني الأساتذة الأمثل بالنسبة لهم. فعلا يعني العلاقة الحميمية لا تكون إلا بين الأستاذ وتلميذه، خاصة إذا كان أستاذا قديرا، والتلميذ لا يحب ولا يستطيع أن يدخل يعني في قلبه إلا الأستاذ الذي يرى فيه مواصفات معلمه. هذه حقيقة أن العلاقة الحميمية لا تكون إلا بين المعلم وبين تلميذه. صحيح أن هذا يعني نستطيع أن نقول نقف أمامه يعني مذهولين، يعني بالنسبة للتلاميذ كيف أنهم يقفون مع أساتذتهم وكيف هو حال وضعية مدرستنا. نحن بين المطرقة والسندان، نحن بين
أننا في مسابقة ونريد أن تكون فيه نوع من العدالة، نوع من تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب الواحد، بين شباب جزائري متخرجين كلهم من الجامعات. هناك من أتيحت له الفرصة ليكون يعني عامل ولو في شكل تعاقد في مدرسة، وهناك من ينتظر أن يأخذ هذه الوظيفة وظيفة قارة لكي أيضا هو يأخذ مكانه في الوظيفة. وهناك أيضا مدرسة إن يوما بعد يوم نوظف فيها الآلاف عن طريق الدخول المباشر وعن طريق الامتحان على أساس الشهادة دون تكوين المسبق. ونحن نتطلع إلى مدرسة ذات نوعية ذات جودة، نتطلع إلى أستاذ كفء، ولن يكون هذا الأستاذ يعني في مستوى المهنة الشريفة إلا إذا تكون قبليا وأخذ قسطا من التكوين الكافي. وهذه مسؤولية وزارة التربية، مسؤولية الحكومة الجزائرية. أما الشباب الذين يبحثون عن لقمة العيش وعن وظيفة قارة فلا يلامون، بل يشكرون، لأنهم كانوا في الوهاد والشعاب ويعني سهروا الليالي وهم يحضرون المذكرات، وبمرافقة السادة المفتشين هناك منهم من هو الآن أستاذ كفء وناجح. وهؤلاء الأساتذة طيب. أنا في تقديري طيب سيد صادق، يعني أكبر دليل على ذلك أنهم يمشوا هذه المسافات الطويلة، يعني قد شاهدت ربما صور الأقدام كيف متورمة، الإغماءات في صفوفهم، هناك نساء حوامل أخذن للمستشفى، يعني هذا ألا يدل على الجرح العميق في قلوبهم بما أنهم لا يدمجون ويطلب منهم إجراء مسابقات وهم يرون أنهم أساتذة لسنوات، البعض منهم يعني حتى 5-6 سنوات حتى لعشر سنوات وهم بهذا العقد بأجر متدني، تأخر الراتب، ويرون أن هناك من يتخرجون جدد يذهبون مباشرة إلى وظيفة دائمة بأجر كامل بدوام دائم أيضا، يعني هذا ربما ألا يطرح الكثير من التساؤلات عن الوزارة لما تسن القوانين، ألا تأخذ بعين الاعتبار هذه الاستثناءات ثم تضطر بعد الضغط الشعبي أن تغير أو تدوس على هذه القوانين التي قامت بإصدارها؟ صحيح أنه القوانين لا تغير يعني يعني عن طريق النقاش الهادي والبحث عن حلول. في كل مرة ربما يخرج قانون وبالضغط يتغير بكل سهولة ويقع هذا الضغط فعلا كما تفضلتي، لكن العبرة أن هؤلاء يستحقون خبرتهم المهنية، لذلك معاناتهم وهذا السير دليل على حبهم للمهنة، دليل على أنهم متشبثين بأماكنهم، دليل على أنهم متشبثين بمهنة التربية والتعليم التي هي مهنة متعبة ولا يعرفها إلا من مارسها، لا يعرفها إلا من سهر الليالي من أجل التحضير ليسعد ابنه التلميذ، يترك مشاكله وهو لم يأخذ أجره ربما لشهور وهو يبتسم ويقوم بتقديم معلومات وبتقديم معارف للتلميذ، كل هذا نحن مدركون له. لكن لمن تقرأ زبورك يا داود، نحن نطالب بتثمين هذه الخبرة، ولو أننا أبقينا على المسابقة لابد من تثمين خبرة هؤلاء المهنية، ضروري أنها تثمن. طيب تثمين الخبرة، هذا السؤال ربما يطرح كثيرا وأثار كثير من اللغط، قضية شرط الإلمام باللغة الفرنسية كشرط من شروط دخول المسابقة، اعتبر فيه كثير من الأساتذة الذين كانوا معنا في الحوار نوعا من التعجيز بالنسبة للطالب، يعني الوزارة لا تقوم برفع مستوى التعليم ولكنها تعجز المعلم في النهاية. صحيح أن قضية امتحان الفرنسية الذي أصبح واجبا أصبح مفروضا، هو في السابق أولا منذ سنة 2009 كان اختياري حسب الحالة، بمعنى ليست الفرنسية فقط، هناك الأنجليزية هذا من جهة، أما الممتحن في اللغة الثانية يعني إلى جانب امتحان في التخصص وبمعامل 3 إلى جانب امتحان في الثقافة العامة بمعامل 2 يكون امتحان في لغة أجنبية بمعامل 1 أو في اللغة العربية بالنسبة للذين لهم الفرنسية أو الأنجليزية ولغات أخرى في اللغة العربية وبمعامل 1. في هذا المعنى أنه يفترض في الطالب الجزائري أن إلى جانب العربية أن يكون على الأقل متحكما
في لغة من اللغات الأجنبية المتوفرة، وهذا شيء جميل بدليل أنه المعامل سيكون معامل واحد فقط. لكن لماذا الفرنسية بالذات؟ لماذا يشترط الفرنسية؟ لحظة سأعقب على هذا، وبدليل أنه النقطة الإقصائية هي 5، معنى ذلك لابد من التحسن في اللغة. أما قضية الفرنسية فنحن طرحنا هذا السؤال ونددنا به وقلنا أن هذا تكريس للغة واحدة ولم يعطي فرصة لأبنائنا الطلبة المتخرجين خاصة الذين يتقنون اللغة الإنجليزية أو لغات أخرى، ونحن نتفتح على كل لغات العالم لأنه لا يمكن أن نبني مدرسة قوية بلغة إلى جانب اللغة العربية لغة فرنسية فقط، لابد أن تكون عدة لغات إلى جانب اللغة الفرنسية. شكرا جزيلا سيد صادق الدزيري، واعذرني فقط لانتهى وقت البرنامج. نشكرك جزيل الشكر رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، حدثتنا من الجزائر. كما أشكر كل أساتذة الذين شاركوا معنا اليوم في إثراء حلقة اليوم، شاركوا معنا مباشرة من المسيرة التي يقومون بها من بجاية إلى ولاية الجزائر، وقد وصلوا إلى ولاية البويرة. أشكر أيضا من بقي معنا ينتظر ولم ربما يسعف الحظ في الرجوع إليه، السيد يوسف جنيبي أستاذ اللغة العربية، وكذلك وليد حقي. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله.